لابني على حبيبي. من الخصال اللي نتميز بيها كمجتمع إسلامي وعربي هو شنو؟ هو أننا نسامح بلا ثمن. خلي أروي لك هذه القصة. هذا في يوم من الأيام أكو رجل عنده ولد، فالولد دا يلعب ويا أصدقائه لعبة كرة القدم. تدري يعني الشباب في عمر، أو الصبية الفتيان في عمر 10 سنوات 9 سنوات، تكون الرياضة المحببة إلهم هي رياضة كرة القدم، تلاحظ؟ فهذا ابن عمره تقريبا 9 سنوات يلعب كرة قدم. فتدري في كرة القدم أحيانا يصير أكو مماحكة، يصير أكو احتكاك بين اللاعبين. فأحد أصدقاء أمد رجله، فهذا وقع رجله. وين إجت؟ إجت على صخرة، لأنه اللعبة مو بملعب، اللعبة بساحة شعبية يعني. فانكسر يعني عظم الساق عنده في رجله، صار بيه كسر مضاعف. بلفة شالوا، جابوا للبيت، أخذ الأب وداه للمستشفى، جبروا للكسر، انطوا الأدوية اللازمة، رجع للبيت. فإجا أبو منه؟ أبو هذا الولد اللي مد رجله للطفل وتسبب في كسر ساق هذا الصبي. إجا أبوه ويا عمامه وسيروا على أبو الرجال، على أبو الولد، دقوا الباب، دخلوا، سلام عليكم السلام، جلسوا، ضيفهم الرجل، قدم لهم الشاي، قالوا لا احنا ما نشرب شايك الا طبختنا. وهذه من خصالنا كمجتمع عراقي وعربي، انه ما نقبل الضيافة الا نأخذ وعد من المقابل بانه ما جئنا لاجله يتحقق. فقال له ابشر الجاي ان شاء الله صاير، اشرب شايك. شربوا الشاي، كملوا، قالوا لا احنا خدمتك، شنو تأمرنا؟ تريد فصل يعني لكسر الساق؟ تدري حتى بالإسلام أكو دية لكسر الساق، تريد فصل، تريد احنا نتكفل بدواء وعلاجة؟ بل يتكلموا وتكلموا وكملوا، قلهم كملتوا؟ قلوا لنا. قلهم انا ما عندي بهاي الدنيا بس هذا الصبي، أنا عندي 4 بنات ودعيت الله سبحانه وتعالى ورحت لعلي بن أبي طالب في النجف الأشرف عليه السلام، وطلبت من أمير المؤمنين عليه السلام وانطاني هذا الولد. الله ببركة أهل البيت الله رزقني هذا الصبي، هذا الولد، وأنا أخذت عهد على نفسي أنه هذا الولد لله عز وجل، ما دام الله اللي انطاه فهو لله. أسألكم يا جماعة الخير، اللي صار بقضاء الله وقدره؟ قالوا أكيدا أكو شيء يعني اللي يكون بقضاء الله وقدره. قالوا خلص، إذن الموضوع يم الله، ما أطلب أنا أبدا ثمن على مسامحتي. أطفال بيناتهم صار دي يلعبون وقع وانكسرت رجله وخلص انتهى الموضوع عند هذا الحاد، ومن كبر أزيد من اللازم. قالوا له ونعم الأخلاق ونعم العقيدة ونعم الدين لديك، جزاك الله كل خير.